من هن اللواتي يحرمن التزويج بهن. من تحرم تحريما مؤبدا هن سبع بالنسب المذكورات في قوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، هؤلاء من النسب. وكذلك مثلهن من الرضاع لقوله عليه الصلاة والسلام في الصحيحين: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وكذلك تحرم الملاعنة، سيأتي معنا باب اللعان، وذلك عافانا الله وإياكم أن يقذف الزوج زوجته بأن يجد معها شخصا يزني بها وليس معه شهود. فإذا أراد أن يتبرأ من هذا الحمل ومن هذا الفعل فيقذفها عند الحاكم ويتلاعنان، كما قال عز وجل في سورة النور: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، إلى آخره. فإذا حصلت هذه الملاعنة كما سيأتي فإنه يفرق بين الزوج وزوجته تفريقا مؤبدا لا يعود أحدهما إلى الآخر.